بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استمرارا بمحاضرات الجي اي تي، هاي تقريبا ثالث محاضرة، ثالثة ولا رابعة؟ تقريبا ثالثة. تقريبا على كل حال وصلنا لجزئية أو وصلنا لحركة الحركة الطبيعية في جي اي تي إلى المرحلة اللي هي سمول انتستن. هناخد فيها أكلام شن انواع الحركه في الجي اي تي في جزئيه سمول انتستن. فنبي نفهمك ان الحركه بتاعنا تشمل الشكل هذا اللي تشوفي، هذا الطبيعي الريلاكسد، وهذه كيف تنقبض. لاحظ انها تنقبض جزئيات جزئيات. شو معنى جزئيات جزئيات؟ يعني هذه سيجمنت، هذه سيجمنت، هذه سيجمنت، وهذه سيجمنت، وهكذا. شن الغرض، شن الغرض من الفكره هذه؟ الغرض بسيط، اني يعني ندير ميكسينج، ميكسينج اي ان يعني نخلط الطعام ونزيد نصغره ونبدا نخلط فيه. بيتخلط فيه بشني؟ ما تنساش، ما تنساش ان بعد السمول، بعد الاستومك، وهي استومك جد زي وجهي، تقولوا مرا حامل بهي، البنكرياس والجول بلادر حيصبوا مع بعضهم وين؟ في السكند بارت، في الجزء الثاني من الجودينم. بقى الجزء الثاني من الجودينم شو بيصبوا فيه؟ بيصبوا فيه بايل، وبيصبوا فيه بنكرياتيك انزيمز. السلام عليكم. الحاجات هذه لازم تتخلط كويس مع الماكله باش يتم هضمها، باش يتم هضمها، مش الانزيمات طبعا باش نهضم الماكله. فالفكره بسيطه، انت منزل الماكله قطع 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 صغيره، وعندك شويه انزيمات. الحركة هذه تخلي شني الدنيا تنعصر ببعضها، وتزيد المساحة السطحية للامتصاص، أو تزيد المساحة الهضمية اللي بيصير فيها دايجيشن بامتياز. من اللي مش حاس روحه مستوعب الفكرة هذه؟ بالأخير أنا نخلط. آخ مش خاش، خلوني نشرح على السريع كمان. راهي من أنا مهم الكلام ليكم، مش لنا نبيكم تنجحوا. انا ما نطلعش الدكتور حافظ، طلع الدكتور فاهم، فاهم شني الدنيا كلها كيف ماشيه. يلا عندي ميكسينج. الميكسينج هي عباره عن كونتراكشنات في اللوب اللي هي جزئيه السمول انتستن، فهي تختفي وتطلع في الجهه الثانيه. يعني شني؟ لاحظ جاي يصير كونتراكشن هنايا، ترتاح الجزئيه هي، يصير كونتراكشن هنايا، ترتاح هذه، بعدين شنو تنعكس. كيف تنعكس؟ هذه تنقبض وهذه ترتاح. فالحركه تبدا شنو؟ باستمرار، عباره عن حركه مستمره من كونتراكشن هنايا، ريلاكسيشن هنايا، كونتراكشن هنايا، ريلاكسيشن هنايا، وهكذا وهكذا، بمعدل 9 الى 12 انقباض في الدقيقه. الرقم حلو، الرقم مهم. الجاستريك 3، باهي 3 الى 5، هذا من 9 الى 12. مهم جدا 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 الحركه، يا وتدير في صوت الحركه، يا تدير في صوت، ونستدل عليها، نستدل عليها لما في انتستاينال بروبلم ولا انتستاينال اوبستراكشن، او مشكله في الانتستين. نبدا نسمع، نقول لك يا اما انكريست ال شو اسمه الجي اي تي موفمنت، او الباول موفمنت. باول طبعا معناها شني؟ باول بالانجليزي يعني شني؟ كأن هي مش إناء، إنما شني؟ الأمعاء، الوعاء، الأوعية، المكان اللي فصل الماكلة. من اللي يتحكم فيها؟ مين اللي مايوجينيك؟ نوت نيرفس. مهمة جدا 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 الكلمة هي. أنا عارف إن ممكن الدكتور ما شرحها لكمش، لكن خود معاي إن العضلات هي تتحفز بروحها. شو معناه تتحفز بروحها؟ تتفكروا في الانتركوال يا جماعة، مش جايتها اعصاب من البارا سمباتيتك ولا من برا، لا 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 لا، طول ما في ماكله انا حنتحفز بروحي وننقبض بروحي. بح انا الدايجيشن الهضم بيصير هنايا، يصير في الانتستين. كيف؟ باي ميكسينج فود والدايجستيف انزايم. يتصير الدايجيشن بس؟ لا، وحتى الابزوربشن. وهذا برضو لما يتصل الماكله، كونتاكت اوف فود، لما الماكلة تمس شني؟ البرش بوردر. هنذكرك البرش بوردر، لما الماكلة تبدأ شني؟ تبدأ تمتص في الخلايا، هي ما
الانتستينال وول. شنو هي البروبالسيف البريستالتيك موفمنت؟ باهي البروبالسيف بريستالتيك موفمنت هذه كنترول، هذه شنو تتحكم فيها المينترك بلكسس. تذكير المينترك بلكسس وين موجوده يا جماعه؟ وين موجوده؟ ماينترك صدمي كوزا غلط بين اللونج وال صح. ماينترك عضله سيركلر مايو عضله مصل فهي. فديما ما تنسوش كلمه ماينترك بين الانر اللونجيتودينال ولا السيركلر الانر؟ الانر يعني سيركلر واللونجيتودينال هو ايوه الأوتر. ايوه يعني في طبقه السيروس اللي هو نفس الاير باخ صح؟ لا اورباخ هذيك شني هي نفسها هذه اورباخ، لكن عندك ميزنر، ميزنر اللي في سب ميوكوزا وتتحكم في السكريشنز. وصل فهم عليك اجابتي غلط الاولى، نقصد هو نفس الماينترك هو نفس الاير نفس الاورباخ. يس يس موجود في طبقه السيروزا. نعم 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 تمام اوكي. شي امتى تصير بريستالتيك موفمنت؟ لما يصير ستريتش للبارت اوف انتستينال وول. هو في سيروزا ولا في المسكلوزا؟ شنو سيروزا؟ شنو لا سيروزا تشيني وين سيروزا برا؟ ايه ما ترك في المسكلوزا. مين قال سيروزا؟ انا قلت سيروزا. انا قلتها. لا 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 غلط. انا قلت لك قلت لي صح. لا 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 انا اسف مال انا لا لا سب ميوكوزا في السب ميوكوزا مش في السيروزا. صب قلت صب ميكوزا في البداية قلت لي غلط قلت لي سيروزا. لا ما انا لما سألت كنت اسأل عن ما ينترك انت قلت صب ميكوزا غلط. هذه في المسكولوزا مسك مصل مصل لاير صح عليك يا محمد. فهمت الفكرة؟ عرفتي غلطك وين؟ انا في الاول سألت عن ما ينترك فانت قلتي صب ميكوزا غلط. اللي في الصب ميكوزا هي الميزنر مش الما ينترك. تمام اوكي ربي يعاونك. فهي على كل حال لما القايم اللي هو المستحلك المستحلب هو اللي هو شنو الماده اللي متخلطه بالانزيمات لما تمس الوول حيصير كونتراكشن اوف بروكسيمال تو ذس اريا. يعني شوف مثلا هذا الغذاء هذا الغذاء ولنفترض ان حركه الجي اي تي زي تو شنو حيصير؟ حتنقبض هذه باش تدفها زي تو واللي بعدها ريلاكس ووصلت الماكلة هنا يا خلاص اللي جنبها ريلاكس واللي بعدها شيني اللي جنبها تنقبض واللي بعدها ريلاكس. لاحظ البروكسيمال كونتراكشن ريلاكسيشن للديستال. هذا شنو بدي بروبيل ذا فود ديستالي؟ شو معنى بروبيل؟ يدف يدف او يدفع خلي يدفع شنو يدف يدفع الغذاء بعيدا تمشي في اتجاه واحد. حلو ما بيش نعطل فيه إنه هو أصلا كلام بسيط والدكتور مركز لكمش عليه لكن أهو اسمي أعطيته لكم كمعلومة أفهمها وتمت. هذه شني هذه البروبالسف البروبالسف البرستالتك العادية البرستالتك العادية. في حركة تانية اسمها ماس برستالتك. شو معناها ماس؟ سريعة كبيرة برستالتك كبيرة. هذا يصير نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال كونديشن ونسمو فيها دايريه. مثلا 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 اب نورمال اب نورمال يس. مثلا تخيل معي تخيل معي حضرتك يريد اعلان مطعم مليح عجبك الصور ومعروفه الصور توكل وتجوع اي كونديشنال ولا ان كونديشنال؟ كونديشنال عن كونديشن. شوف الواحد جوع بلا إرادة. فهي تعالوا جاي على كل حال فهي تنحسبكم بعدين على الأخطاء البدائية تنوريكم. على كل حال مشي أنت حشاك وحشا قدرك كليت حاجة زي وجهي فهي فيها سموم فيها حاجة whatever جسمك رحمة من الله الطبقة العضلية بتوصلها استجابة من خلايا الميكوزا تقول اسمعي القبض يطلع العفنة واللي واكله بسرعة بسرعة. فشين يصير؟ تصير الماس بيريستالسس أو يسموها بيريستالتك رش. رش معناها فجأة بسرعة هبك يمشي شيني تطلع الماكلة بسرعة.
انت شن حتجيك الصورة؟ تجيك صورة دائرية. علاش الدائرية تكون سائلة؟ علاش الدائرية يكون ستول ووتري؟ حد يعرف علاش؟ هنجاوبكم انا. علاش ستول يكون ووتري؟ اولا يا جماعة الوظيفة اللارج انتستن، وظيفة اللارج انتستن امتصاص الماء، صارش absorption، absorption of water. باهي الماكلة مسمومة، الماكلة فيها عفن، هل يلحق اللارج يمتصها المية؟ الإجابة نو، صح ولا؟ في طبعا ميكانيزم تانية، في بكتيريات، في بكتيريات يطلعوا المية من الخلايا، أو أنت واخد حاجة أزموزيتها عالية تطلع المية من الخلايا وبرضو شو بيصير؟ ووتري دايري. وسط فكرة يعني ممكن سموم وممكن أسموزية وممكن بكتيريا، بس هذا كلام يعني هيك مش مكتوب تو في الشيتة، لكن تجميع ما تلقاش إلا يعني عند واحد زبيط، عرفت كيف؟ مية مية مية. كيف نتحكم في small intestine movement؟ أي ما نحبش الأحمر، خلونا الأزرق. كيف نتحكم في حركة small intestine؟ حلوة كيف مقسمها لك، stimulants وinhibitors. تحفيز وتضبيط. أكيد أكيد أكيد. لو درت distinction للوول الحركة حتشيني حتزيد، ده ما حركت الوول أو تغطى عليه يسبب وجود بلق غذائي، فأنت شيني تدفع في العملية إلى الأمام. البارة ما تنساش البارة، البارة له تأثير بوزيتيف على كل الجي اي تي، سي سي كي والجاسترين بوزيتيف، سيروتونين والسبستنس بي، هيك مادة اسمها سبستنس بي بوزيتيف، بينما الانهيبيتور اقلب سمباثيتك والسيكريتين والجي اي بي. السي سي كي اول مره يرتبط مع الجاسترين اول مره، لكن البقيه انهيبيتور عادي. اعتقد هذا ما فيش شيء نشرح لك، هذا بتحفظه للاسف، تحفظه هاي. هو لو ما شرحهاش الدكتور انا والله لما ركز لكم فيه، والله حلفت. علاش؟ لان ظاهره كبيره جدا، وحتشوفها لما تشوفوها في الجراحة هتتفكروا كلامي، فكروا كلامي. أنا عم نطبع لكم، نطبع لكم اسمي هيك في معلومك أهو. لسه تفكروا، فكروا كويس. محمود زقلام، تعالوا جاي. باراليتك شو معناها؟ شلل. شلل واحد يقول لك باراليسيس آر هنا و A، باراليسيس معناها هذا الشخص غير قادر على الحركة، عاجز. إيلياس معناها إيليوم، معناها انتستن بالأخير. بالإنجليزي يقولوا دايناميك إيلياس، يعني إيليوم أو خلي نقولوا انتستن لا حركي، لا ديناميكي، ما عندهاش ديناميكية، ما عندهاش حركة. حلو؟ حلو. شن يا ترى الشيء اللي يخلي الانتستين لا تتحرك؟ هي حالة يصير فيها relaxation of wall، فيوجد نقص أو غياب للكامل of شني؟ intestinal motility. ممتاز، الحركة ماكو أو ناقصة هلبة. أم تنديرها هي سبحان الله لما تفتح بطن المريض، افترض ان هذه بطنه وانت فتحت زي التوا ومسيت بصبعك، مس بصبعك بس، ادي يدك فهي مسيت بصبعك، الانتستين توقف. It's usual complication، طبيعية ونعرفوها كويس بعد الميجر ابدومينال سيرجري. شو معنى ميجر ابدومينال سيرجري؟ في العمليات مقسمة إلى ماينور وميجر. ماينور يديرها وانت واقف، مثلا تطهير العيل ماينور سيرجري، قصة تنظيف خراج ماينور سيرجري،
لا ما يصيرش، ما يصيرش يا ذكرى، ما يصيرش كونتراكشن ولا دفع للغذاء ولا شيء، عاجزك كامل. المهم الميجر يا جماعه هي اللي بنخدر فيها المريض وبنفتح جرح كبير، ومرات يرقد عندي في المستشفى، فالموضوع شني؟ الموضوع كبير، فسموه ميجر. حلو كي واصلين توا معايا تقسيم الماينر والميجر؟ اوكي. الباراليتيك يسألك سؤال، it's usual complication of minor surgery، صح ولا غلط؟ فولس. صح، انتم صح، اجابتكم انتم صح. اهي كلامي يشدد بعض، ردوا بالكم. كيف يعالج؟ it's treated by giving nothing per mouth. شو معناه nothing by the mouth؟ تلقاها في بعد العملية كاتبين لك مصطلح NPO. احفظ الكلام، بمعنى ما ياكلش ولا ما ياكلش بالضبط الى ان تتحرك المعدة مرة ثانية بروحها. تقعد يوم، يوم ونص، 6 ساعات، 10 ساعات، يومين، 3، 4، 5. هنا خوف، هنا الخوف. شو المعنى NPO؟ non bear oral، يمنع منعا باتا شديدا مقيتا انك تعطيه حاجة من فمه. علش هي الانتستن عاجزة، الانتستن واقفة، استومك تخدمها، استومك امورها طيبة، دفعت لك ابلع يا نورم، بين الماكلة وقفت هنايا، وقفت هنايا ولا الهواء، يدير لك امساك، البكتيريا تجي تقعد تاكل، تدير لك التهاب وتزيد تعطيك ألم في بطنك، ومرات شني حتى تموت، يصير لك تخمر جنجرين. جنجرين بالعربي شو يقولوا لها؟ جنجرين جواني، انا مش دكتور عليكم، جواني هاري بوتر ولا حاجه، لكن والله اللي نسيتها. الجنجرين اللي رجله تولي سودا يا جماعه، تذكرها معي بالعربي؟ غرغرينا العادية ولا شو؟ غرغرينا، غرغرينا صحيح، جنجرينا أنا نسيتها. لا أكيد مش لهالدرجة يعني، رايحة والله يا الله غالب، ما قلت لكم شو نسمع هاري بوتر، علم علم انتعي بعيد شوي عليكم. فتعالوا تعالوا باهي. هيه نور، نور بتاعتنا احنا ولا؟ ايه ايه اوكي مية مية. فشني NBO ما طفل من احنا لحظة، طبعا الغرغرينة تصير في الانتستن فهي ممكن تشاو عليك، فأنا مطالب اني انا في العملية بعد العملية نكتب لك في التقرير NBO. بي كيف نعرف ان العملية رجعت؟ ديما سؤال مكرر، خصوصا اللي جايبة بالعملية اللي القيصرية هي، ولا واحد خاش بينحي الزايدة، ولا خاش بيركب مش عارف شني، او اي مشكلة، اي مشكلة خاش انت مسيت الانتستن البريستالسيز موجودة يا جماعة. علاش تصير؟ طبعا ميكانيزم هلبة، هلبة فيها دواء مش معروف بالضبط علاش، لكن شني اللي صاير؟ ريلاكسيشن ولا كونتراكشن؟ ريلاكسيشن. ريلاكسيشن very important، very important. تعالوا معي يا جماعة، تعالوا معي كلمة أخيرة، كيف تعرف إن حركة الأمعاء بدت تتحرك أو بدت الأمعاء تتحرك؟ عندك حاجتين، عندك حاجتين. أول حاجة سؤال بسيط للمريض، خرج منك ريح ولا لا؟ خروج الريح معناها يطلع من المستشفى خلاص أمورك تمام مية مية، يقدر يأكل. شو معناها خروج الريح؟ المعدة بدت، الأمعاء بدت تتحرك. حاجة ثانية بستيتيسكوب تسمع، في حالة إن مثلا كان المريض في غيبوبة ولا في حاجة، أسمع، سمعت حركة، الحركة قداش؟ قلنا من وين 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 وين؟ 9 ل 12. يس يس، طبعا في اليوم مش هتسمعهم 9، لكن حتى 5 6 مية مية. فهمتوا الفكرة كيفاش؟ واضح. أتمنى تمت small intestine، أهلا وسهلا إلى large intestine. large intestine يا جماعة خلني نذكركم كيف مقسمة.
مقسمه اللارج انتستن فسيولوجيكيا وحتى اناتوميكيا الحق الى ثلاثه اجزاء: بروكسيمال، ديستال، وريكتم وانال كانال. كيفاش؟ هنا يبدا السيكم. السيكم فسطه طوب صغير اسمه زايده دوديه ابندكس، فسطه طوب رابط مع ميني مع التيرمينال ايليوم. بعدين يركب 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 يركب، ثم عندي الهيباتيك فليكتشر يمشي 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 في ترانسفيرس بهي المستعرض بهي. بعدين شنو ينزل 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 اللي هي الديسندنج، ثم شنو يدير؟ يجي السايه قد الكسايه بهي هيك حرف اس سيجمويد. بس سيجمويد بعد شنو يدير؟ يدير لك ركتم 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 يعني انس بمقبض اسمه انس او الفتحه اسمها انس، لكن فيها شنو؟ فيها عضلات، فيها عضلات. باهي توحني نبو ناخذ كيف مقسمين هالجزئيه، هي كيف مقسمينها؟ يقسم كالاتي: عندك بروكسيمال اللي هو السيكم اركب الى الاسندنج ونص ترانسفير، سنيش عشان نص هيك. الديستال عندك خود النص وتعالى تعالى تعالى الى النص والديستندنج بالضبط، والحس السيجمويد. بينما الجزئيه المتخصصه للديفيكيشن او التبرز هذه شني؟ الركتم والان الكنال لانس لان الكنال او بالضبط. خلي ايوه راح طلعت هاي، خلي نقسموها هيك زي ثلاثه الوان. اذا بروكسيمال سيكم اسندنج نص ترانسفيرس، الديستال نص ترانسفيرس والديسندنج والسيجمويد، والركتم والان الكنال هذو شني؟ هذو بروحهم. فهي هذو تو اتفقنا في تركيبتهم شنو وظيفتهم؟ امتصاص الماء. بالك ما قلتهاش، بالك جديدة. الجهة تجبد مليح في المية، تجبد مليح، والالكترولايت صح؟ مهمة الالكترولايت، لأن في الدائرية ديما تنقص عليا الالكترولايت، علاش؟ إن المية هي اللي فيها الصوديوم والبوتاسيوم وغيره، وفقدانهم أو نقص امتصاص الماء يعني فقدان الالكترولايت الثمينة. نص الترانسفيرز والى السيجمويد. السيجمويد يا جماعة ديما احفظ السيجمويد اس الى ستورج. ايه شو معنى ستورج؟ انا بنخزن البراز. باهي شنو وظيفة الركتم وين الكنال؟ فقط function defecation هو التبرز. هل يمكن مقارنة حركة اللارج انتستن بسمول انتستن؟ ابدا. تو اسمها لارج يتخيلك انها تتحرك بقوة، ابدا، بطيئة ضعيفة ولا تحتمل مقارنة او لا يمكن مقارنتها بسمول انتستن. علاش؟ ليش وظيفتها الهضم والميكسنج؟ انا ما نبيش الميكس. تخيل دير ميكسنج لبراز، شو تدير انت؟ نو مش موضوعي الكونتراكشن. فهي فالموفمنت اوف ديستال كولون خصوصا الديستال ابطا من البروكسيمال. يعني شني؟ اها هذا قاعد فيه اللي هو المقارنه بالجهه، جهه هي عباره عن مخزن فقط. حلو؟ يس. عندي نوعين من الموفمنت، عندي نوعين من الموفمنت. اول حاجه السيجمنتال موفمنت. يا جماعه في حاجه اسمها ساتوريشن. الساتوريشن ما لو مش واخدين ابدومن للاسف بهي، لكن فكره شني؟ ان نبي نفهمك ان في ثلاثه عضلات. تقول ديداس هيك هيك قايلين تاخذوهم ان شاء الله في الاناتومي. وظيفتهم انقباضيه بهي، زي يديروا نفس حركه سمول انتستن، يبدو شني؟ بريستالسس. وعندهم
البروبالسف اللي هي شني سريعه. باي اوكي باه البروبالس اسف البروبالسف هي ماهيش البروبالسف هي العاديه البرستالتيك العاديه سيجمنتنج سيجمنتنج معناها شني معناها اني نتحرك هيك نتسكر ثم انا نفتح نتسكر زي الميكسينج بتاع سمول انتستين بالضبط زي هذه في البدايه بعدين البروبالسف البروبالسف هي اللي هي شني حركه اللي هي شني بطيئه عندي منها بطيئه وعندي منها الماس البروبالسف هي يسموا فيها حركه دوديه حركه الدوديه كيف اول حاجه نورمال عاديه خفيفه حركه خفيفه لا تسمن ولا تغني من جوع ودورها مش كبير هلا الماس الماس هي موديفايد هي وعباره عن كونستريكتيف رينج فولويد باي لوس اوف هاستريشن and contraction of 20 or more centimeters of colon distal to the constrictive ring. شو معناها؟ يا جماعة طول عمرنا طول عمرنا لما نرسمه في القولون لاحظت أنا كيف رسمه لك كأنه حلق دوار ولا؟ هيك هيك يرسموا فيه ولا؟ صح ولا؟ نبي نفهمك حاجة في زي العضلة اللي مدورك في زي العضلة اللي مدايرة رينج هاي الرنج هو شنو وظيفته يا جماعة لما ينقبض بقوة لما ينقبض بقوة قال لك يدفع الستول ولا الكونتنت بتاعها قريب 20 سنتيمتر انت متخيل من السنتر الحركة 20 سنتيمتر تبتعد هو رقم كبير يعني increase movement بقوة اي ينقبض بقوة ينقبض بقوة هاي 20 or more centimeters هاي من الكونستركتيف رينج من الحلقه المخنوقه يعني الرينج كذا تو كيونت مع بعض طبعا شني 20 second contraction and 2 الى 3 minute relaxation شو معناها؟ يعني شني ينقبض 20 ثانيه ويرتاح دقيقتين الى 3 قباض 20 ثانيه كلام يعني مش مهم هذا This هنا في الشيت هو كاتبين متى أنا caused by gastrocolic and duodenal شاف شني حاجة reflex على الأغلب أنا والله ما نفكر فيه كتابنا شن كان يقول باهي لكن فكرة شني إن الستول دي duodenocolic أيوه قصدي شني يبدأ وجود الستول يحفز الماس بريستالسيس يا جماعة شنو وظيفة الماس بريستالسيس هي؟ وظيفتها فهي propels the fecal material in that segment further down يعني شنو يدف الفيكل إلى أسفل يعني شنو زي تو قالك عدد من الحركات من 10 الى 20 دقيقه من 10 الى نص ساعه يقدر يحول الستول الى الركتم فهي ويزيد لك شني الديزاير اوف ديفيكيشن يعني لما اللارج انتستين يركز ويصحصح فهي يقدر يدير لك انقباضات بقيمه او لمده 10 الى 30 دقيقه فيبدا الماكله من السيكم توصل لشني توصل لي الركتم فنبدا انت حاس روحك تبي تتبرز طبعا 10 الى 30 دقيقه مو فلبه راح ننقبض 20 ثانيه ونرتاح من دقيقتين لثلاثه نمشي 20 ثانيه ونرتاح مش 20 ثانيه ونرتاح مش 20 ثانيه ونرتاح فاهمين فكره كيف ولا؟ شو معنى ديزاير؟ ديزاير الرغبه انك انت حاسه انك انت تبي تخش الحمام خلاص به عادة تصير مرة الحركة هي أو مرتين في اليوم خصوصا بعد الأكل تتفكروا يعني المحاضرة أو تاني محاضرة لما قلت لكم العملية تباصي لبعضها كيف لما الماكلة توصل للانتستن آسف لما توصل للسوفيجس من يتهيأ استومك
والستومك لما توصل الماكلة من بتهيأ بتهيأ small intestine. small intestine. small intestine وصلها الماكلة توا أنا شني اللارش بتدير بتلوح اللي عندها بشني تستقبل. طبعا يا جماعة في ناس تخش الحمام مرة في اليوم، في اللي يخش مرتين طبيعي، في اللي يخش يوم بعد يوم عادي جدا. فشني الموضوع كله نورمال. فهي جاستروكوليك وديودينال كوليك ريفلكس. شو معنى جاستروكوليك يا جماعه؟ لقطه هي جاسترو لما حاجه تحفز القولون، والديودينال كوليك معناها حاجه في الديودينال بتحفز القولون، تحفز القولون جمعيه وماشيه. الريتاش لو صار تهيج في القولون هذا ممكن يدير انتنس ماس موفمنت، انتنس جانجليونيك ولا بتكون جانجليونيك اي ثينك والله ناسي يا نور، ناسي بنو بالضبط نوعها. جانجليونيك ايه، جاستروكوليك وديدينوكوليك ريفلكسس هذوم ايه جانجليونيك، بارا فيرتبر يس يس ايه جدا جدا جانجليونيك ايه، لان لو صار في حاجه شني تخديها في نيورو لو ينضربوا الجنجليونات في الجهاز العصبي الانسان يفقد التون بتاع السطول واليورن بشني مسكين ينزل منه بروحك. هاي الريتيشن اوف قولون لو تهيج القولون حيدير شني حركه شديده زي ميني زي مرض اسمه ألسيراتيف. ألسيراتيف يعني قرحة كولايتس، التهاب مرض شيء سيء جدا يصيب البنويت خصوصا البيض والشابات اللي زيكم واللي عيونهم ملونات ويدير في مشاكل هالبلحك. ألسيراتيف كولايتس اختصار يوسي تاخدون إن شاء الله في المستقبل علم كبير هو والكرونز ديزيز. فهي مين اللي مش فاهم؟ مني اللي مش فاهم لتو وحاضرة خفيفة وعيب وين خفيفة مهب اليوم خفيفة على وزن خفيفة اختفر عليك يعني ولا والله هيك سمعنا صوتك خفيف بعد تعليق ناشب الناس با حبيبي وكل شيء لكن ما تحسسني بوجودك هاي. الديفيكيشن ما ركزتكمش عليه الدكتور ولا عائشة شنو؟ لا هو كلمتين مخدوم للنعيب للنعيب عيب تتخرج دكتور. شوف عيب تتخرج دكتور ما تعرفش الديفيكيشن البيريود دورة في النساء الفسيولوجي متاعها ال شنو اسمه السكريشنز هادو من الحاجات المهمة. الكرانيال نيرفز هادو مزبط بتاع شني سلوكة مع الطبي متعرفش كيف يصير واليورينيشن التبول حاجات ايام متعرفش كيف يصير عيب والجندس اخوان دايس اقوم حنشرح لك هذا سكريشنز حنشرحوها هذه في الفيميل كرينيال نيرس سينس يورينيشن في اليورينري ما عندناش يورينري لا عندنا رينا دور انت يا خليفه عندنا رينا فهي خلوني في حالي تعالوا ها خيرها عايشه خي على مزوليتك هي ماشي يا رب والله تعرف دفعة كاملة على رقبتك اللهم اني نشفيك. كيف يصير الميكانيزم؟ بسيط جدا ديستنشن الركتم تعبى الركتم بالبراز حيدير شني initiation of intrinsic local defecation reflex. شنو هو اللوكال انترنسك ديفيكيشن ريفلكس؟ بسيطة جدا عبارة عن ريفلكس
يرفع رسالة إلى الجدار ويقول لا انقبض. فهي دربك دوا يا خليفة، دربك دربك والله مكسد هذا. هذا ينحي في التهمة اللي بالضبط بتاع جو بتاع خليفة. قالت عائشة قالت لكم اقروا هذا او بركزوا عليه هذا، ما عارفة شنو يبي يدير. فهي لا بس يوم الامتحان ما يقعدش هو بروحه يقول قلت وما قلت. سلام هاي تعالوا معك. اذا شني درنا ديستنشن، اذا حنحفزوا اللوكال ريفلكس. اللوكال ريفلكس يا جماعه اللي شني دي اللي بيحفز يعني ما يحفز ما بعده. هاي امشي، هاي حرك تحركي. هنا تو شني بتزيد البريستالسيس ويف في الديسندنج والسيجمويد والكولون والريكتم، كلهم بتزيد فيهم الحركه، وبنرخي نرخي ريلاكسيشن اوف انترنال بينال سفنكتر. ركز معاي، ركز معاي كويس جدا جدا جدا. فاهم؟ يا ريتني ما قلت ارجع اختفي يا اخي خلاص ياسر اكتفيت انا بالله عليك. تعالوا معي بالله عليكم ركزوا معي في النقطة مهمة. تخيل معي هذا ركتم، تخيل معي هذا ركتم، يوجد في الأول internal sphincter ويوجد external sphincter. الانترنال خذ المعلومة هي وكتبها لك بالأحمر involuntary. شو معنى involuntary؟ ينفتح ويتسكر بدون أمرك. هو الرفليكس هو ينفتح ويتسكر شني من غير أمرك. تعبى الواحد بالبراز مية مية، هذا إذن ليه بإن شني بإن ينقض. حلو هكي يرتخى، أسف هكي معي واضحة يا جماعة. الانترنال سفنكتر خيرة involuntary، باقي الاكسترنال هذا voluntary. شن قصدك؟ انا عندي سفنكتر ثاني، هذا انا ما نفتحاش الا بامر مني انا، تتحكم فيه الكورتكس، لان كان هذا راحت ليل. طبعا ما زال لي دقيقة بس، شو بنقول لك يا جماعة؟ هذا ويك ويك، حتى لو انفتح والبراز نزل لهنايا ما يقدرش نسمع، ما يقدرش يخليني نفقد السيطرة على روحي. واصلة الانترنال ضعيف، يعني ما تقدرش ندير اكسكريشن، ما تقدريش ديري اكسكريشن، ما تقدريش ديري ديفيكيشن. انت تقدري في ديفيكيشن، مش قول اكسكريشن، ديفيكيشن. لكن الفولنتري سترونج هو اللي يحكم. حلو، خلينا نلقاكم في الاجتماع الثاني وبنعود لك. لا ما هو